خاطر، احميه من كل سوء. ما خطبك يا فيروز؟ حسبنا يا بني ان نسهر على راحة الامير وان نوفر له دواعي الطمأنينة في هذه الدار الخربة التي اتخذها مخبأ ومورد. ان حياته محفوفة بالاهوال، قسما لو طلبوا حياتي فداعا له لبدلتها راضيا قرير العين. ان ابن حبيب امير افريقيا لا يأبه لحياتك انت يا فيروز، انما همه ان يظفر باميرنا عبد الرحمن. من سيدي ونسس؟ اخي هل من جديد؟ تأكد لي ذلك النبؤ المشؤوم. لقد رصد ابن حبيب جائزة ثنية لمن يأتي له برأس عبد الرحمن. خيب الله فعل ابن حبيب وأرانا رأسه معلقا بباب قصره. ألم يعد الأمير عبد الرحمن؟ لم يعد بعد، كشأنه كل ليلة. خليق به أن يلزم الدار، العيون مفتوثة في كل ناحية. إنه يضيق بمحبسه طول النهار، فلا يملك إلا أن يخرج في الليل ليتنسم هواء البحر، وإنه لا يتطلع إلى البحر في شغف، علّه يرى ظلاً لمركب تابعه بدر. ليس هناك من ظل لبدر أو لمركب بدر. ما أعجب أمر هذا الخامل الكسلان؟ كيف يبطو عنا هذا الإبطاء؟ 5 شهور منذ بارحنا ونحن ننتظر أخباره على أحر من الجمر. لقد استمر حياة الترف هناك، فألهاه ذلك عن مهمته. أفده الأمير إلى الأندلس ليتعرف له الأخبار ويمهد له سبيل الرحيل. وما يدرينا، أخشى أن يكون قد لقي حتفا. ميمون، ما وراءك؟ أنباء لا تسر، أنباء لا تسر. هب لك يا طائر الشر. شربة ماء، شربة ماء. ما بك يا ميمون؟ قد ابتبنا المدينة أجو على البول. من المدينة؟ حيث بعث بي سيدي أتصيد أحاديث القوم في ظلام الليل. وماذا تصيدت من أنباء؟ قل عجل. أنباء مالقة السوء. يا الله، تكلم يا فتى. الأمير عبد الرحمن. ما به؟ قضوه علي. أواثق أنت مما تقول؟ نعم، رأيته في دقاق من أدقة ذكاء واثقا به الجن. يا للنكبة، يا للنكبة. هذا وهم، هذا كذب. وربي لقد رأيته في دقاق ذكاء وقد أدقى به الجن. خلوا عن ميمون، إنه صادق فيما أخبر به. عبد الرحمن؟ لقد أخذ الجن من حسبوه عبد الرحمن. إنهم لا يلمحون أحدا تقع عليه شبهه إلا قبضوا عليه. لست أدري فيما هذا العنت والاضطهاد. لا أنا بطامع في ملك، ولا أنا مطمئن لأحد من شر. كنت واثقا أنهم لن يستطيعوا أن ينالوك بسوء. وما مبعث هذه ثقتي يا فيروز؟ أنت يا مولاي لست كسائر الناس. وماذا أكون إذن؟ أنت نسيج وحدك، إنك معوذ. معوذ؟ وأين مكان التعويذة مني؟ ورب البيت إنك لمعوذ. إني لا أحمل شيئا من الأحجبة أو طلاسم السحر. هو كذلك ورب البيت. وأنت أيضا ترى أني معوذ. أنسيت يا مولاي قول مسلمة بن عبد الملك فيك؟ أعد علي ما قاله يا ونسس. قال مسلمة مشيرا إليك: سوف يتدانى له الأمر، وقد عرفت العلامات والأمارات في وجهه وعنقه. ليس ثمة من علامات ولا أمارات طالما استوضحتها في وجهي وفي عنقي، فلم أعثر لها على أثر. على العموم سيكون لك شأن. أي شأن؟ أي شأن تعنون؟ غاية ما أصبو إليه مقام طيب أمين أنجو فيه مما يلاحقنا به العباسيون من نكبات. ولكني لا أجد إلا المكان يستحق بي. العباسيون يوجسون خيفة مني ويتربصون بي.
وجنودهم يقفون لي بكل مكان. يا عالم الغيب، يا مسير الأقدار، هذا منارة الرجل المجذوب المنجم. يا عالم الغيب، يا مسير الأقدار، سبحان عالم الغيب ومسير الأقدار. الغيب الأقدار، ألا تؤمن بسلطان المقادير يا مولاي؟ المقادير هي التي ضمنت لك السلامة يوم سبحت بالفرات هربا، وجنود العباسيين يطلبونك ويحاولون الضرب بك حتى انتهى بك المهرب إلى هذه البقعة من أفريقيا بعد أن اجتزت صحراء الشام وملكت من مصر وليبيا وتونس. يا عالم الغيب، يا مسير الأقدار، اذهب يا مسعود فأتنا بمنار. أخشى أن يكون من عيون ابن حبيب. إنكم تؤمنون بالمقادير، إذن دعوا المقادير تجري في عنتها. أمر سيدي. ستتحقق رغبتك في الرحيل، وستجد في الأندلس كل ما ترجوه من دعة وأمان. إن موالينا هناك كثيرون، لقد أصبحوا ذوي حول وطول، لهم عزة ومنعة. ولا تنسى تراب جدك هشام من الضياع والعقاب، إنه حق لك لا ينازعك فيه منازع. نعم، الرحيل الرحيل لم يعد لي مقام هنا في إفريقيا. لقد فقدت العون والناصر، حتى أخوان البربر من ذوي قرابة أمي لم يشدوا أزمي. البربر ما أبين عذرهم في القعود عن نصرتك وتوفير الأمن لك. إن شملهم شتيت، وإنهم لا يرجعون في أمرهم إلى زعيم، ولا قبل لهم بسطوة ابن حبيب. لك أن تدافع ما شئت عن عشيرتك يا هنسوس، ولكن ليس لك أن تدافع عن موقف أخوالي مني. استخلوا عني، إن مكانهم مني قريب في جنوب المدينة، حيث أني لا أجد منهم نجدة، فهم لا يبالون بي هلكت أو نجوت. أنا منارة أيها الأمير، لي نظرة ثاقبة تكشف الحجب. سلام على الأمير عبد الرحمن، الأمير الأموي الهمام. وعليك السلام يا منار. لأي أمر دعوتموني أيها الأمير؟ لنسألك عن نفسك، ماذا تصنع في دنياك؟ أعيش تارة مع الأحياء وتارة مع الأطياف والأرواح، طورا تمس قدمي أديم الأرض، وطورا أعلو بهامتي إلى أوطان النجوم في أبراج السماء. وما شأنك بالأطياف والأرواح وبأوطان النجوم في أبراج السماء؟ أتعلم التنجيم لكي أستشف الغيوب وأعرف طوالع الأمور. أحسنت، تفضل تفضل. صناعة التنجيم ما أظلها من صناعة. حسبي منها أنها تنيلني لقمة العيش. أكل ما ينيل لقمة العيش سائغ مقبول ولو كان الخسيس المرذول؟ الخسيس المرذول أن أبيت على الطوى أيها الأمير. هذا حق. هل تسمح لي أيها الأمير؟ ليس ثمة من شيء مرذول أو مقبول، هنالك شيء واحد لا ثاني له، أن تبلغ الغرض الذي تسعى إليه بأية وسيلة تكون. بأية وسيلة تكون يا قبحها من خطة يدير بها المرء الكريم. وأقبح منها أن يخفق المسعى ويذهب الجهد سدى. أحكيم أنت يا منارة أم رجل من المتكالبين على الدنيا؟ كما تريدني أن أكون أيها الأمير، فإني على وفق ما تقتضيه ملابسات الحياة. أتحسر التنجيم يا منارة؟ جربني ترى العجب. حديث المنجمين هراء، وعملهم من وحي الشيطان. ليس المنجمون السواء،
لقد زعم أحدهم للأمير ابن حبيب أني قدمت أفريقيا لكي أفتك به، ويعلم الله ما قدمت إلا أبتغي حياة أمن وسلام. دعني أنظر طالعك، لست كهؤلاء المنجمين الأفاكين. فليأذن له الأمير أن ينظر الطالع، فما في ذلك ضرر. ما بدا لك فافعل. هو لكن لا أستطيع أن أتنجم وبطني خواء. ألا يعلم مولاي أن الطعام يضرم في الرأس نار الفطنة والذكاء؟ إن الطعام إذا ملأ المعدة طمس الذهن وعطل الفكر. هذا منطق الأثرياء من أمثالك البخلاء. يا لك من شره لا تقنع. القناعة شر، إياك أن تركن إليها أبدا. أبسط لي كفك. لست واجدا مأواك هنا، إنما المأوى هنا. ألا ترى شبح مركب يأتي من الأندلس؟ ما لي وللمركب؟ هنا غيوم، ظلمات، أعاصير، وهناك المغارة. أمقدور لي أن أعيش في أمن وسلام؟ لا تبدأ تدير على لسانك هذا الكلام، الأرض تميل تحت قدميك. أثمة خطر يحيق بالأمير؟ الخطر؟ الخطر جاثم أبدا حواليه، حاق دائما به، إنه جزء من حياته، لا يزول هو لا يحول. الموت منه يقترب، الموت يقترب ثم يبتعد ثم يعود. وما الجديد فيما تقول؟ نحن دائما مع الموت في جزر ومد. انت لا تستحق ما التهمت من طعام. اتستكثر علي لقيمات لا تسمن ولا تغني من جوع؟ الشرطة مقبلون على الدار يا سيدي. رجال الشرطة؟ نعم نعم. ويسوس استعد لتفتح الباب لهم. مولاي اصغي لي ما اقول وافهم ما اعني. ان جوارحي كلها اذان صاغية لك. يجب عليك أن تعلم أن زوجتك حامل في هذه الحجرة. نعم زوجتي حامل وفي هذه الحجرة. نعم نعم زوجتك حامل وعلى وشك أن تضع. زوجتي على وشك أن تضع؟ نعم على وشك أن تضع، وأنت القائم على رعاية الحامل. اذهب فافتح الباب. وأنت؟ أنا المتمتم على رأس الحامل بالعزائم والرقى حتى ييسر لها الله أن تضع. ولكن أنت أنا الجنين وأنت يا ميمون. نعم تعال معي لتصرخ من الألم. أمر مولاي. تعالي مصرخ. أن زوجتي حامل وعلى وشك أن تضع. منارة؟ ماذا أتى بك هنا يا منارة؟ المقادير يا سيدي. هرأيت عبد الرحمن؟ عبد الرحمن؟ إياك أن تكتم الشهادة. أي شهادة أكتم يا سيدي؟ لقد دعيت إلى هذه الحامل التي تعسرت ولادتها لأعينها على أمرها بالعزائم والرقى. ألست تعلم أنك في دار عبد الرحمن الأموي؟ عبد الرحمن؟ وما شأني بأن أعلم هذا أو أجهله؟ يا سيدي هذه الدار داري ولا علم لنا بمكان عبد الرحمن. كذبت والله.
لقد روي عبد الرحمن يدخل هذه الدار فهو فيها لم يبرح، وإنك ملاق حسابك أعسر حساب وعقابك أشد عقاب. إني قاتلك لا محالة، أقر بمكان عبد الرحمن. صوتك يا إله العالمين، صوتك يا إله العالمين. إذا لم تقر من فورك فإني طالب عنقك. ماذا هناك؟ ما على الصوت؟ من كشف ستر الحوامل كشف الله ستره يوم الدين. لا اقطعن لسانك يا شيخ السوق، لا تلطن عليك الجن يا فاضح النساء في خدورهن. أهيا شرى أهيا أدناء يا كبار جليا سريعا قدوس أبوح رفو الملائك والروح. أيضا إلى جهنم أنت وجندك وعفاريتك. لا أحد في الدار هنا يا سيدي. كيف؟ لا أثر للأموي مطلقا، لعلنا أخطأنا الدار. فلنمضي إذن إلى الدور المجاورة عسى أن نظفر به. هيا بنا. هيا يا سيدي. ابتعد عن الدار يا مولاي. لقد ابتعد 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 الموت. أما قلت لك أنه يبتعد ثم يقترب؟ حقا إنها لمعجزة. الله حافظك، الله حارسك. هي المقادير. لماذا لم تكشف أمري فتصيب جائزة ابن حبيب لمن يدل علي؟ اصدقني، لماذا لم تكشف أمري؟ ماذا يزهدك في الجائزة وإنها لجديرة أن تغري مثلك؟ والله لقد هممت أن أتعب. وماذا أبطأ بك؟ لا أدري، لا أدري أي شيء اعتقل لساني فلم أبرح بمكانك. إنه القدر. القدر القدر، إنك حقا رجل الأقدار، لقد اختارتك لأمر عظيم. إني لأذكر الآن تلك الساعة التي كنت فيها على ضفة الفرات وفرسان بني العباس تلاحقني أنا وأخي، فإذا أنا أنجو من أيديهم بأعجوبة. على حين كان أخي عاثر الحظ، فرشت السيوف على مرأة مني، واليوم اليوم يحدق بي رجال ابن حبيب، فيطمس الله أعينهم عني فيخطئون مكاني. الحمد لله. وقعت المعجزة مرة أخرى. أيقنت أن القدر كان في عوني، يعصمني من الخطر الداهم ويحميني من السيف المسلول. ولكن الغد، ماذا يحمل للقدر في غدي؟ مولاي مولاي. نعم. قدم بدر من الأندلس. الله أكبر. هذه طوارع الغد، هذه تباشير نهاره. يا بدر، بدر أهلا بك يا بدر. أهلا بك يا مولاي. أهلا بك. ما عندك من الأنباء؟ قل عجل. كل الخير يا مولاي، أنصارك كثيرون، أقسموا لك يمين الولاء وإنهم ليرتقبون مقدمك على شوق. كنت واثقا أن الأمر كما تصف. إذن إنا راحلون الساعة إلى الأندلس. الساعة يا مولاي؟ الساعة، اللحظة. أن أفارقكم اليوم، لقد كنتم لي عونا أي عون،
لن أنسى صنيعكم بي ما حل. خذني معك أنت. نعم إلى الأندلس. نعم أصاحبك إلى الأندلس. ولماذا أخذك معي؟ ربما أفدتك. خير لك أن تبقى حيث أنت، لعلك تحتاج أن أنظر لك طالعك. لقد عرفت طالعي. هو ما هو؟ قدر يدفع بي إلى الأمام لا يستطيع أن يرده أحد، وعناية من الله تحميني من كل مكروه. عسى أن يتيسر لقاء وإن بعدت بيننا المسافة. من يدري؟ حقا من يدري؟ إنها الأقدار.